أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله صعبا سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نتكلم في هذا الدرس على التغير الطردي والتغير العكسي. بالنسبة للتغير الطردي، هو عبارة عن متغيرين يعني مجهولين التغير الطردي هو عبارة عن مجهولين سين وصاد بيتغيروا، واحدة بتتغير التانية بتغير بناء عليه. الصاد متغير بنسميه متغير مستقل، والسين متغير تابع. الاتنين بنرمز لهم بالرمز ده اللي هو العلامة ديت، دي علامة تغير، دي اسمها ايه؟ تغير او تناسب. التغير او التناسب، تناسب عكسي او تناسب طردي. امتى بنسميه طردي وامتى بنسميه عكسي؟ بسميه تغير طردي اذا كانت صاد في البسط، اللي هي الصاد اللي هي المتغير المستقل التابع، والسين في البسط ايضا اذا كانت متغير المتغير المستقل التاء المستقل اللي هو السين نجدها في البسط. وكمان ممكن السين دي تجدها بأرقام قدام أرقام أو غير ذلك. المهم في النهاية بنجد إن التغير الطردي بيمثله علاقة خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. لازم التغير الطردي بيمثله عندي ايه؟ علاقة خط مستقيم. لما باجي امثله بأي شكل بالشكل ده، ممكن يمر بنقطة، لازم يمر بنقطة الأصل، ممكن بالشكل ده، هو علاقة خط مستقيم أو بالشكل ده بنسميه ده أو ده، ده أو ده بنسميهم تغير طردي. على سبيل المثال قلت لك ان صاد بتساوي 5 سين. لو انت غيرت السين باي عدد هتجد الصاد بتتغير بناء عليها. يعني لو خدنا سين باتنين يبقى صاد بعشرة عند سين باتنين، سين بتلاتة يبقى صاد بخمستاشر، وهكذا. بتجد العدد اللي انت بتختاره السين تضربه في الخمسة يديك التغير، يديك قيمة صاد. هذا التغير الطردي بيمثل، لابد أن يمثل بعلاقة خط مستقيم. فعلى سبيل المثال هنشوف كده بقى هنا بالمنحنيات دي، المنحنيات اللي قدامي ديت، هنشوف هل هي فيها تغير طردي وعكسي وفيها تغير طردي ولا ما فيهاش طردي. هنشوف المنحنيات اللي قدامي دي كلها، ده خط مستقيم ما بيمرش نقطة الأصل، يبقى ما هوش طردي، مش تغير طردي. ده مستقيم لا يمر بنقطة الأصل، يبقى لها ليس تغير طردي. ده مستقيم يمر بنقطة الأصل، ده تغير طردي. ده مستقيم لا منكسر، مش كده شوية منكسر لكنه بمر بنقطة الأصل، يبقى مش تغير. ده خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل، يبقى ده تغير طردي. ده مستقيم ما بيمرش بنقطة الأصل، يبقى ما هوش تغير طردي. ده خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل، يبقى ده تغير طردي. ده منحنى مو بيمر بنقطة الأصل، يبقى ده ما هوش تغير طردي. طيب علشان ناخد تمارين نعرف برضو التغير العكسي. التغير العكسي، التغير الطردي ده قبل ما نبدأ في العكسي هندي مثال عليه. زي مثلا انت لو بتملى خزان مية عن طريق خرطوم، بمرور الوقت بتجد الخزان بيمتلئ، يبقى كمية المية بتتزايد مع مرور الوقت، يبقى كل ما يمر عند وقت بيزيد كمية المية في الخزان، ده بنسميه تغير طردي. طب العكس، لو انت مسافر الى بلد معينة، المسافة ما بين بلدك والبلد اللي انت هتسافر لها، المسافة دي بتزيد مع مرور الوقت ولا بتنقص؟ بتنقص.
يبقى مع مرور الوقت المسافة بتنقص، بنسمي ده التغير عكسي. يبقى التغير العكسي، واحد يديني مثال، المسافة للمسافر من بلد ألف إلى بلد باء، المسافة إلى البلد باء تتناقص مع مرور الوقت. طيب نبدأ بقى نحل تمارين على التغير الطردي والعكسي. التغير العكسي بيكون الصاد بتتناسب مع واحد على سين. شفت السين هنا بتبقى في المقام، يعني نقول ان الصاد بتساوي مثلا ميم على سين، حيث ميم هو ثابت التناسب، وهنا الصاد في التغير الطردي بتساوي برضو ممكن تسميها باء ألف ميم في سين. ميم في الحالتين بنسميه ثابت التغير أو ثابت التناسب. نحل بقى التمارين المعاصر. طبعا زي ما قلت لكم هو ده كتاب السنة السابقة، فأرجو الانتباه. المهم نفهم عن طريق الكتاب ده، وبعد كده انت عندك هتجد فيه اختلافات خفيفة بالنسبة للكتاب ده. نحل تمارين الكتاب اللي هو بتاع العام السابق، عشان هيبقى عندك ممكن تجد مواضع المسائل مختلفة، لكن هتكون هي نفسها تقريبا. أكمل. إذا كانت سين تتناسب طرديا مع صاد طالما في البسط، فإن سين بتساوي هتاخد أي ثابت ولتكن ميم. ممكن واحد يقول ألف عادي يبقى ميم صاد، واحد يقول ألف صاد، واحد يقول أي حاجة لام صاد يبقى لام أو ميم أو ألف، دي اسمه ثابت تناسب. إذا كانت عين بتساوي ميم على سين تربيع، حيث ميم ثابت لا يساوي صفر، إن عين تتناسب مع مين؟ مع واحد على سين تربيع، لأن احنا شلنا دي ثابت، والثابت مع اليساوي، الثابت واليساوي مع بعض دول بيساوي علامة التناسب. إذا كانت صاد تتناسب مع سين، فإن السين واحد على سين اتنين. شوف صاد تتناسب طرديا مع سين، يبقى هنا وات ميم وهنا وات ميم، هنا سين واحد، لو حطيت سين واحد تبقى صاد واحد، تبقى صاد واحد، حطيت سين اتنين تبقى صاد اتنين، بس سين اتنين تبقى صاد اتنين. أما الميم ثابتة في نفس المسألة، لأن دي مسألة واحدة، مسألة ليها حالتين، الحالة الأولى عند سين واحد وصاد واحد، الحالة التانية عند سين اتنين وصاد اتنين. إذا كانت سين تتغير عكسيا مع صاد، فإن صاد واحد على صاد اتنين، في تغير إيه؟ عكسي، يبقى صاد واحد السين واحد في المقام بتاعها دي في البسط، صاد اتنين يبقى سين اتنين في البسط بتاعها. طيب والميم راحت مع الميم، خدت بالك؟ لأن زي دي كده هنختصر الميم مع الميم، نختصر في النهاية الميم مع الميم، فهتديك سين واحد على سين اتنين بتساوي صاد واحد على صاد اتنين، برضو نفس الكلام هنا، يعني ديت هتبقى بتساوي صاد واحد على صاد اتنين. أما دي عكسي، إذا كانت صاد بتساوي تلاتة على خمسة سين، فإن صاد بتتناسب مع سين. طب الثابت أنت شلت تلاتة على خمسة ليه؟ قلنا دي الثابت مع اليساوي بتساوي علامة التناسب، هو نفس علامة التناسب. إذا كانت صاد تتناسب مع خمسة على سين، تتناسب عكسيا مع خمسة على سين، يبقى إذا هنشي، فإن صاد تتغير عكسيا مع مين؟ شوف دي علامة التناسب، يبقى يتغير عكسيا مش مع سين بس، مع تتغير عكسيا مع خمسة على سين، يتغير عكسي مع السين، فإن صاد تتغير عكسيا مع السين، حيث الثابت موضوع تاني هيطلع من علامة التناسب. يبقى إذا كانت سين ناقص اتنين صاد بتساوي صفر، فإن سين تتناسب عكسيا مع مين؟ مع الصاد. هناخد السالب اتنين دي هتبقى سين بتساوي اتنين صاد، يعني سين تتناسب طرديا
مع الصاد والسالب 2، والاتنين دي الاتنين بقت هي مع اللي يساوي هي على التاني. إذا كانت 2 س ص بتساوي 5، فإن س تتناسب مع مين؟ تتناسب عكسيا مع ص. ليه؟ لأن احنا هنقسم هنا على 2 ص، تقسم على 2 ص، هنا هيبقى على 2 ص، يبقى اللي يساوي 5 على 2 هو مين؟ علامة التناسب. إذا كانت ص تتناسب مع س وكانت ص بتساوي 3 عندما س بتساوي 8، فإن ص بتساوي كام؟ هو في تناسب إيه دلوقتي؟ طردي. يبقى نقول ص 1 على ص 2 تساوي س 1 على س 2. هنعوض بقى، عندنا ص ب 2 لما س ب 8، يبقى نقول كده هو 2 على، احنا قلنا س 1 ص 1 على ص 2 بتساوي س 1 على س 2. لما كانت ص ب 8 كانت س بكام؟ ص ب 2 كانت ص ب 8، لما س ب 2 يبقى ص ب 8. فإن ص بتساوي كام لما س ب 12؟ يبقى دي س ب 12 وهنا ص اللي هي ص 2 على ال 2، فالواحد على ال 2 فالأربعة، نضرب 4 في 8 ب 32، وص 1 ص 2 في 1 في 1 ص 2 بتساوي 32، يبقى ص ب 32. إذا كانت ص تتناسب مع واحد على س وكانت ص بتساوي 3 عندما س، لما يقول لك ص تناسب عكسيا مع س يبقى نقول ص 1 على ص 2 بتساوي س 2 على س 1. طيب المعطيات، لما ص ب 3 س ب 20، يبقى لما ص ب 3 اهي س المقابلة لها 20، هنا واحد وهنا واحد، خلي بالك دي واحد ودي واحد، فإنه عندما س ب 12 فإن ص بكام؟ بس س ب 12 تبقى ص بكام؟ نحسب تاني، ص ب 3 تمام كده خلاص. يبقى نعمل ايه بقى؟ على الاتنين، على 4 في 3، على 4 في 5، نضرب 3 في 5 ب 15، 3 في على 3 في 1 على 3 في 1، يبقى اذا ص في 1 بالص اللي هي 2 تساوي 1 في 5 ب 5، يبقى اذا هنا هو ص هتساوي كام؟ 5. إذا كانت ص تتناسب مع س وكانت ص بتساوي 2 عندما س بتساوي 4، فإن ص بتساوي كام في س؟ ص تناسب طردي مع س، يبقى نقول ص 1 على ص 2 س 1 على س 2، فإن وكانت ص ب 2 عندما س ب 4، ص ب 2 س ب 4، فإن ص بتساوي كم في س؟ أدي ص اللي مقابلة للس اللي هي 2 و2، ممكن يبقى ص وس على 2 في 1 على 2 في 2، يعني عندي 2 ص بتساوي س، أي أن ص بتساوي نص س، يبقى ص بتساوي قد إيه؟ نص س. إذا كانت ص تتناسب مع س وكانت ص بتساوي 6 عندما س بتساوي 4، فإن ص على س بتساوي كام؟ لما ص قلنا ص 1 على ص 2 دي تناسب طرد س على س. طيب لما كانت ص ب 6 ص س ب 4 يبقى 6 ص 2 4 س 2، يبقى اقدر اقول ص على س ص 2 على س 2 بتساوي كام؟ ص 2 على س 2 بتساوي 4، بتساوي 6 على 4. عاوز تأكد اضرب طرفين في وسطين، ص في 4
سين صاد، صاد في 4 سين في 2. طيب يعني صاد على سين بقى هنشيل الموضوع الاتنين ده، هتساوي ايه في الاخر؟ على الاتنين فهل 3، على الاتنين فهل 2، 3 على 2 في ابسط صورة، 3 على 2 يبقى 1.5. اذا كانت ثا بتساوي ميم في كاف على حا، حيث ميم ثابت لا يساوي صفر، ميم بمين؟ ميم، فإن الثا تتغير مع كاف عند ثبوت حا. طيب لو احنا قلنا دي الميم ثابت، خلاص خلصنا من الميم، يبقى نقول ثا عشان نحل صح بتتناسب مع كاف على حا. طيب وأقول بقى إيه؟ فإن ثاء تتغير مع كاف، مع كاف عند ثبوت حاء، ولا ثاء تتغير مع حاء عند ثبوت كاف. تمام، الاتنين صح، بس هو عاوز يقول هنا ده تغير نوع إيه وده تغير نوع إيه. يبقى لما يقول لي ثاء تتناسب تتغير مع كاف عند ثبوت حاء، يبقى تقول تتغير ايه؟ طردي. ليه؟ ادي الثابت ودي الكاف. طيب لو ثبتنا كاف والتغير مع حاء، يبقى تغير ايه في البسط في المقام؟ يبقى عكسي، تتغير عكسي مع حاء عند ثبوت الكاف. تمام، إذا كانت ص تتغير طرديا مع س، وكانت ص بتساوي 20 عند س ب7، فأوجد س عندما ص ب40. يبقى هنقول ص تتغير مع س، يبقى ص 1 على ص 2 تساوي س 1 على س 2، مع عندما كانت ص ب20 س ب7، يبقى 20 واللي قبلها 7. طيب فأوجد س عند ص ب40، يبقى أنا عايز ص ديت لما دي ب40، عاوز احنا هنا المفروض دي الـ40، لأن هو عند ص ب40 عاوز س على 20، فالواحد على 20 فالاتنين، يبقى س بتساوي 2 × 7 = 14. طب آخر سؤال بقى عشان بعد كده هنكمل الحل. إذا كانت أ تتغير عكس س بتغير ب، وكانت أ بتساوي 12 عندما ب ب8، أ تتغير عكسي مع ب، يبقى نقول أ تتغير مع 1 على ب، وكانت ألف يبقى نقول ألف 1 على ألف 2 بتساوي، قلنا الميم مع الميم بتروح، يبقى باء هنا واد باء 1 وهنا باء 2 عشان ده تغير عكسي. وكانت ألف ب12، ألف ب12 على عندما باء ب8، باء ب8 ألف، أوقف قيمة ألف عندما باء ب1.5، عاوز ألف لما باء ب1.5. تمام، يبقى نقول ألف، يبقى ألف بتساوي إيه؟ 8 × 12 = 1.5، يبقى بتساوي تختصر 8 × 12 = 64. والسلام عليكم.